رحبت مصر بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن والمتضمن الإعلان عن هدنة لمدة شهرين اعتبارا من الغد. أعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن تطلعها إلى أن تسهم الهدنة في دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية ودعم مبادرات الحل السياسي بما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله ويصون مقدرات شعبه وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء.